أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. So here we have تمييز الأعداد. So basically it is the معدود of the numbers, the thing which is counted. يأتي تمييز الأعداد من 11 إلى 90 مفرد منصوب. So it means that معدود of numbers from 11 to 90 will be singular منصوب. So you see them, all these madood, kawkaban, talibatan, shahran, daqiqatan are singular mansoob. Then ya'ti tamyizul adadaini, the madood of the two numbers 100 and 1000, wa mudafatihima, and their mudaf is mufrad majroor. So these number, the madood of 100 and 1000 is mufrad majroor. So you see them, it is singular majroor, and from 11 until 90 it is mufrad mansoob. Okay, now anyone read this. يأتي تمييز الأعداد من 11 إلى 90 مفردا منصوبا. تمييز الأعداد from 11 to 19 singular منصوب. يأتي تمييز العددين تمييز تمييز العددين 100 و1000 ومزاعفتهما مفردا مجرورا. عدد تمييز العددين 2 numbers 100 the تمييز of two numbers. the تمييز of two numbers 100 and 1000 ومزاعفتهما, and they are مضاف And dear singular Mudaf. and the مضاف مفرد مجرور. Basically, Madud of these two numbers is Mufrad Majroor. ادرس ولاحظ, اني رايت 11 كوكبا. درست 11 طالبة في السنة 12 شهرا. قضيت 12 دقيقة. معي 15 دينارا. نالت جوائز 15 بنتا. نالت الجوائز من سر؟ نالت من ون جيتا نالت الجوائز but here sorry here it is mean given given. oh no sorry sorry نالت الجوائز خمسة عشرة بنتا 15 girls won the prizes 15 girls won the prizes 15 لڑکیوں نے انعامات جیتے. في الفصل 20 طالبة. في الفصل 100 طالب. في الفصل 100 طالبة. في المدرسة 1000 طالب. في المدرسة 1000 طالبة. Next. تدريب التدريب. exercise اكتب الأرقام بالحروف write the numbers in word form ثم دع في جمل مفيدة then put them in meaningful sentences واضبط آخر التمييز بشكل and vowelize the ending of تمييز with vowel. So basically you need to write make sentences for them and you need to put a vowel on the تمييز مادود. Anyone? What is the sentence for 12? 12 اثنا عشر نو Yes. دخل اثنتا عشر اثنتا عشر طالبا
دخل اثنا عشر طالبا. اثنا عشر طالبا. يس اثنا عشر طالبا. the feminine. دخلت اثنتا عشرة طالبات. Next, anyone? رجع ستة عشر طالبا. رجعت رجع ستة عشر طالبا. ستة عشر طالبا. رجعت ستة عشر طالبة. رجعت ستة عشر طالبة. Next, anyone? تسعة عشر. اوكي. جلسة جلسة تسعة عشر ولدا. جلسة تسعة عشر ولدا. جلست تسعة عشرة بنتا. صحيح. anyone؟ كتب خمسون. خمسون يا خمسين. what is it depend on the sentence؟ خمسين منسوب. خمسين. what is your complete sentence؟ كتب خمسين طالبا. كتب خمسون طالبا because طالب الفاعل. كتب خمسون طالبا. كتبت خمسون طالبة. كتب خمسون طالبا and كتبت خمسون طالبة. مياتو كتب مياتو طالبين. صحيح. كتبت مياتو طالبتين. صحيح. شرب ألف طالبا. شربت Sorry, ألف. it is طالبين. Yes. شرب شرب ألف هنا طالبين. طالب. شربت ألفون طالبات. شربت ألف طالبين طالبتين. شربت ألف طالب. شربت ألف طالبتين. شربت ألف طالبة. ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. ثلاثة ثلاثة عشر. سجدة. ثلاثة عشر. رجلا. رجلا. اوكي. رجلا. سجد سجد. ثلاثة عشر رجلا. اوكي. يس سجدت. ثلاثة عشرة امرأة. صحيح.
تمشي. 20 نظر 20 طالبا، نظرت 20 طالبة. رجا تسعون ولدا. رجعت تسعون بنتا. صحيح. قرأ 17 طالبا، قرأت قرأ 17 طالبا. قرأ 17 طالبا، قرأت 17 طالبا طالبة. توافى. طافة ها، without واو. طافة طافة 80 حجا. طافت 80 حجة. حاجا حاجية. صحيح. yes. حاجية. 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 Now write them and send me, write them and send in the group. Which one, sir? These sentences Okay. recording को pass कर दें. You to only which I... استطاع 8 رجال سرقة 3 ملايين دولار بعد أن هاجموا سيارة مصفحة في البرازيل أول أمس. بعدها خطفوا طائرة كان بها 72 شخصا في رحلة داخلية. وقالت الشرطة إن الرجال 8 سرقوا 3 ملايين دولار من سيارة مخصصة لنقل الأموال، وأسرعوا إلى طائرة كانت تستعد للإقلاع. ولم تعرف الشرطة كيف استطاع الجنات دخول الطائرة التابعة لشركة الطيران البرازيلية، وكان فيها 66 راكبا بالإضافة إلى 7 من ملاحيها. وقالت الشرطة إن الجنات سيطروا على الطائرة بعد 15 دقيقة من إقلاعها، ثم طلبوا من الطيار أن يهبط في مطار في الريف. وبعد هبوط الطائرة غادرها الجنات بسرعة وهربوا في سيارة صغيرة إلى مكان مجهول. أولاً، كم رجلاً سرق الأموال؟ Now you're played with slow speed. ثانياً، في أي بلد وقع؟ الوحدة 14. الدرس 73 بعد 100. فهم المسموع. استمع إلى الخبر ثم أجب عن الأسئلة التالية باختصار. استطاع 8 رجال سرقة 3 ملايين دولار بعد أن So what is the answer for first question? سمانية. سمانية. Complete answer. سمانية تو رجالين. Okay. سمانية تو رجالين. Write this. Next. في أي بلد وقع الحادث؟ هاجموا سيارة مصفحة في البرازيل أول أمس. بعدها خطفوا طائرة
كان بها 72 شخصا في رحلة داخلية. وقالت الشرطة إن الرجال الثمانية سرقوا 3 ملايين دولار من سيارة مخصصة لنقل الأموال، وأسرعوا إلى طائرة كانت تستعد للإقلاع. ولم تعرف الشرطة كيف استطاع الجنات دخول الطائرة التابعة لشركة الطيران البرازيلية، وكان فيها 66 راكبا بالإضافة. في أي بلد وقع الحادث؟ البرازيل. برازيل برازيل في البرازيل. برازيل برازيل. صار استطاع 8 رجال سرقة 3 ملايين دولار بعد أن هاجموا سيارة مصفحة في البرازيل أول أمس. بعدها خطفوا طائرة كان بها 72 شخصا في رحلة داخلية. كم راكبا في الطائرة؟ سماني No. No, it's a big word. Safiya, did you understand? Listen again carefully. سيارة مصفحة في البرازيل أول أمس. بعدها خطفوا طائرة كان بها 72 شخصا في رحلة داخلية. Now, 72. اثنان اثنان وسبعون. سبعون اثنان اوكي، اثنان وسبعون 72 راكبا. وقالت الشرطة إن الرجال الثمانية سرقوا 3 ملايين دولار من سيارة مخصصة لنقل الأموال، وأسرعوا إلى طائرة كانت تستعد للإقلاع. ولم تعرف الشرطة كيف استطاع الجنات دخول الطائرة التابعة لشركة الطيران البرازيلية، وكان فيها 66 راكبا بالإضافة إلى 7 من ملاحيها. ستة و let me say it again. First one was something else. Here in the aeroplane, this one was different. I think the first one was for the bank where the robbery happened, maybe. وأسرعوا إلى طائرة كانت تستعد للإقلاع. ولم تعرف الشرطة كيف استطاع الجنات دخول الطائرة التابعة لشركة الطيران البرازيلية، وكان فيها 66 راكبا So كم راكبا في الطائرة؟ ستونة. ستة. ستة وستون راكبا. اوكي، ستة وستون 66. اوكي، أين هبطت الطائرة؟ إضافة إلى what does 7 that mean من sir Habat land of. So first they took the aeroplane, they made the people hostage, they went, flew the aeroplane, then habatat, then they landed somewhere. So we need to tell where they landed. Aina habatat taira, where the aeroplane Brazil. landed. We need to tell them exact place in Brazil. Brazil. وقالت الشرطة إن الجنات سيطروا على الطائرة بعد 15 دقيقة من إقلاعها، ثم طلبوا من الطيار أن يهبط في مطار في الريف. مطار وبعد هبوط الطائرة غادرها الجنات،
وقالت الشرطة إن الجنات سيطروا على يس الطائرة بعد 15 دقيقة من إقلاعها، ثم طلبوا من الطيار أن يهبط في مطار في الريف، وبعد هبوط الطائرة 10 دقيقة من إقلاعها، ثم طلبوا من الطيار أن يهبط في مطار في الريف. So did you understand the answer? Reef. Something is saying reef. Reef. Matarifi. Reef. عشرة دقيقة من إقلاعها، ثم طلبوا من الطيار أن يهبط في مطار في الريف. مطار في الريف. Okay. Reef. Reef. Do you know what is reef? Countryside. Okay. The backward area where there is very little population. Outside the rural areas, countryside. So, هبطت الطائرة في مطار الريف in a criminal airport in a rural area. Usually, the criminals made some landing place for drug transportation. They landed somewhere there. Next, ماذا ركب الجنات بعد الطائرة؟ وبعد هبوط الطائرة غادرها الجنات بسرعة وهربوا في سيارة صغيرة إلى مكان مجهول. What is the answer for this one, ماذا ركب؟ What is that meaning? ماذا ركب؟ What did the perpetrators road after the aeroplane? So once they landed, in which thing they went away? Sagira something, you say. Listen again. Sagira. بعد هبوط الطائرة. The sound of air is coming from this one. I think, are you using an electric fan? Okay, I close it. Okay. غادرها الجنات بسرعة وهربوا في سيارة صغيرة إلى مكان مجهول. Now did you understand? Yes, سيارة صغيرة. Yes, ركب. ركب الجنات سيارة صغيرة. Then أين ذهبوا بالأموال؟ أين ذهبوا بالأموال؟ وبعد هبوط الطائرة غادرها الجنات بسرعة وهربوا في سيارة صغيرة إلى مكان مجهول. What is the answer? إلى المكان المجهول. What is مجهول? Unknown place. Okay. So they went to a unknown place. Sophia, لكاني لكا. She said لكاني. She said correct.